الآن الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة 6 مسرة الكنيسة بتحتفل باستشهاد القديسة يوليتا. القديسة يوليتا من منطقة قيصرية في فلسطين في الكبدوك المكان بتاع مرجرجس. هي كانت عن والدها ووالدتها أغنية ورثت حقول ومزارع وأطيان وبيوت، وبعدين حد من قرايبها غالبا راح حط ايده على الاطيان بتوعها وزور في اوراق وقال دول بتوعي. هي معاها الاوراق الحقيقيه، فراحت هترفع عليه قضيه وتقدم الاوراق الحقيقيه عشان تطرده. فقبل ما تعمل كده راح هو للوالي وقال دي مسيحيه علشان ياخدوها يقتلوها وهو يبقى اخد الارض، محدش بيطعن عليه بقى. اما هي لما عرفت ان هو راح وبلغ فيها انها مسيحيه، وده محل من اتنين، اما انها ترفض المسيح وتقدم بقى الورق وهذا الشخص ما ياخدش حاجه وهي تاخد ميراثها بس هتخسر سما، او انها تتنازل مش بس عن ميراثها وحقها، تتنازل عن حياتها لأجل المسيح. امبارح قلت لكم إن المسيحية موقف اختيار، إما أو، إما أن تكون مسيحيا تاخد السماء، أو إنسان عادي مولود من الأرض تاخد أرض بس تموت في الأرض. قالت كده لنفسها، قالت الأمور الأرضية وقتية حتى وإن كنت هتمتع بيها لكن هموت برضو، أما المسيح لو اخترته هحيا الأبد. قالت هي دعوة، الموقف ده وإن كان واخد شكل شر لكن دعوة من المسيح إن أنا أبقى بتاعته، إني أسيب كل شيء لأجله، إني أنا أعيش وأنا بقدم للمسيح أموالي وحياتي وميراثي على الأرض ومعاها كمان دمي. فراحت للوالي وقالت له أنا مسيحية. قال لها يا يوليتا أنا عارف قصتك، أنت شابة لسه الحياة قدامك، أنا ممكن أرجع لك كل حاجة وديك فوقيها كمان. قالت له أنا مسيحية. قال لها أنت عارفة هيحصل إيه؟ قالت له أنا مستعدة أقدم حياتي للمسيح. قال لهم حطوها في النار، حطوها جوا النار وقدمت حياتها. أحيانا تكون الدعوة أن نكون خلف المسيح، نحمل صليبا ولكن هذا الصليب هو المجد نفسه. مستعد حينما سمعته يقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال أنا أريحكم. أنت كنت متخيل أي صورة هو بيدعو ليها؟ اوعى تظن أنه قال أنا أريحكم معناها أنه يديك فلوس وممتلكات، جايز يبارك لك طبعا لكن مش دي اللي هيدهولك ولو قيمة. حتى لو اداك ده يدهولك بهدف معين انك تخدم بيه جايز، لكن عطية المسيح ثابتة دايمة، دعوة المسيح أبدية. لما يقول أنا أريحكم تلك الراحة هي التي من خلالها تكتشف أن لك وجود فيه، تكتشف أنه لك إمكانية أن تكون معه في السماء،
عشان كده يقول من أراد أن يتبعني ينكر ذاته يحمل صليبه كل يوم ويتبعني. نقول له أي تبعية هذه التي تدعون فيها أن نكون مضطهدين، أن نكون متألمين، أن نكون مصلوبين؟ يقول تلك التبعية التي تجعلك تحمل وجه المسيح، ملامحه، تلك التبعية التي تجعلك منتصر على الأمور الأرضية حتى وإن كنت متألم، ولكن ستأخذ في داخلك هذا الطريق الذي يجعلك أبدي وليس أرضي. أنت مخلوق لي. يقول بولس الرسول أننا مخلوقين في المسيح لأعمال صالحة. أنت عايز إيه؟ عايز أمور أرضية تشبع تاكل، ولا مستعد إنك تقدم له حتى ولو كنت تقدم ذاتك زي القديسة يوليتا؟ أنت عايش اليوم بتاعك شكله إيه؟ أوعى تظن إن الآباء الشهداء دول فجأة بقوا شهداء. لا لا لا، هم عاشوا قيمة حقيقية اسمها المسيح، وحينما كان المسيح هو المحور اللي إما أن يقدموا حياتهم لي أو يعيشوا خارجا عنه بعيدا عنه، اختاروا أن يموتوا ويحيوا فيه. فيكتور هوجو له قول لطيف قوي، يقول كده: ليكن لك شجاعة مقابل أحزان الحياة الشديدة. يعني لما تواجه الحزن والضيق خليك شجاع ما تقعش، وصبر مقابل الصغيرة منها، وعندما تفرغ من عملك اليومي اذهب لتنام في سلام، إلهك مستيقظ. لطيف قوي. عارف يعني إلهك مستيقظ؟ عارف يعني ايه عينه عليك؟ عارف يعني ايه شايف انت بتعمل ايه؟ عشان كده يقول له مزمور: امل الي اذنك سريعا، انقذني، كن لي صخرة، حصن، بيت ملجأ لتخلصني. ان اردت ان تحيا قويا في حياتك اليومية ليكن المسيح امامك دائما، زي ما قال هوجو، حط قدامك، اعرف كويس انه مستيقظ، انه بينامش. اوعى تظن ان هو حينما تذهب لتتألم يكون هو ينظر اليك ولا يبالي ابدا. يقول كده: في كل ضيقاتهم تضايق، في كل ضيقاتهم تضايق. انت عارف يعني ايه؟ يعني كلما تزرع فيك شوكة من اشواك العالم هو يتألم معك. تقول لي: طب ما شلهاش ليه؟ أقول لك: لأنه يريد أن يعطيك مقابل هذه الشوكة أبدية. سيأتي اليوم الذي ينزع فيه هذا الشوك كله ثم يحصيه أمامك ويقول لك: إكليلك عظيم جدا، أجرك عظيم عندي جدا. قالها لإبراهيم أبو الآباء: أجرك عظيم عندي، مفيش حاجة ضايعة عنده. كل دمعة تنزل من عينيك، كل حالة ألم، ما بالك حينما تقدم صورة المسيح وتتألم لأجله. عشان كده هو حارسك. اعرف كويس أنه في كل مرة تدخل في حالة اضطهاد هو يضطهد معك، هو يتألم معك، هو في كل حالة معك. انت حاسس بده؟ الإنسانية في تطورها الحديث تعاني من شيء خطير، هي الانفرادية، أن تشعر أنك تحيا وحدك، مفيش حد معك، مفيش حد معك. حتى أني أغلبية الفلاسفة الملحدين حسوا الإحساس ده وشعروا في النهاية أنه هو وحده، ما عندوش حد. في أوروبا أعلى مستويات مادية هي أعلى مستويات انتحار. تستغربوا، أوروبا وأمريكا أعلى مستويات مادية. ليه؟ عند نقطة معينة يشعر الإنسان أنه مش شبعان، وفي نفس الوقت فيش حاجة بتشبعه من جوه، فبينتحر. ده ليه ده انتحرت على هذا المستوى؟
كتبت ورقة وكتبت فيها كده، قالت: كل ما حولي كثير وغني ولكني لم أشبع. انتحرت. في واحد موسيقار انتحر برضو روسي، كتب نفس الكلمة دي، قال: هل هذا فقط ما تعدني به أيها العالم؟ إنني لا أريدك، ومات. في علم النفس الكلينيكي في مرض اسمه الملانخوليا، بيسموه الجنون الساكت. ايه الملانخوليا ده بقى؟ الملانخوليا دي كلمة من مقطعين، ميلانية معناها المرارة السوداء، ميلانية، وبعدين الجزء اللي بعده داخلي، ملانخوليا مرارة سوداء داخلية. معناها ايه؟ يقولوا الانسان يشعر ان في داخله ضياع، وان اكتئاب شديد، وحالة من الانفصال عن الاخر وعن المجتمع، يقفل عن نفسه، يشعر باكتئاب لانه تلك المرارة لم يستطع ان يتخلص منها. ذهبي الفم يقول: الاكتئاب جلاد لا يتوقف، يستنزف قوة وحيوية الروح، ولكن في المسيح لست وحدك. رغم كل آلام، رغم كل الضيقات، رغم كل الاضطهادات، في المسيح أنت مش وحدك. أغسطينوس يقول له كده: هو يا رب ها تلك الأيام نبلى فيها من أحمال ثقيلة نحملها على أكتافنا تحنينا عندما نرى الطريق كئيبا ولا نهاية له، السماء قاتمة وتتوعد وتكف موسيقى الحياة عن العزف، ويغشى قلوبنا الشعور بالعزلة والوحشة، وتفقد أرواحنا شجاعتها. حينها نرفع عيوننا إليك، نتوسل إليك أن تفضي بنورك في داخلنا، نوجه عيوننا نحوك حيث السماء ممتلئة بالوعود. في المسيح أنت مش وحدك. القديسة يوليتا النهاردة وهي بتقدم ده، قدمته لمين؟ مش قدمته لأنها متضايقة من العيشة واللي عايشينها، قدمتها علشان خاطر المسيح. هي عارفة أنه على الشاطئ الآخر من تلك الحياة يقف المسيح ينتظرها عريسا لحياتها، فأرادت أن تعبر من تلك الحالة إلى الحالة الأخرى. كانت هذه الحياة على هذا الشاطئ مليئة بالأحزان، مليئة بالألام، مليئة بالضيقات. أيام تمر وتمر، ماذا تعني؟ ثم نظرت إلى الشاطئ الآخر، وجدت العريس يقف منتظر، معه حلة العرس، ومعه تاج العروس، ومعه عربون حياة أبدية. ثم دعاها: تعالي إلي يا حبيبتي، تعالي نذهب إلى الحقول، تعالي، إن الشتاء مر وزال. عبرت تلك الشابة ودخلت في حضن عريسها لتحيا الأبدية. هل أحد يظن أنها ماتت؟ هل أحد يظن أنها تحملت كل هذا لأجل لا شيء؟ أبدا، تحملته لأجل العريس الذي ينتظرها. أما أنا وأنت، هل رأيته؟ هل وجدته؟ هل تنظر إلى الشاطئ الآخر لترى حبيبك واقف؟ أم أنك لا تستطيع أن تراه، وتكون الحياة هي أيام قاتمة فقط، بلا عريس، بلا حبيب، بلا رفيق؟ أين رفيق الحياة؟ هل تظن أن رفقاءك هم بشر؟ ثم يأتي اليوم، أين هم؟ يعبرون. الوحيد الذي لا يعبر بل ينتظرك هو المسيح. عشان كده أغسطينوس يقول له كده: من الآن فصاعدا أنت وحدك أحب، إليك وحدك أسعى، عندك وحدك أبحث، عنك وحدك أبحث، إني أشعر باستعداد أن أخدمك. أنت وحدك، أنت وحدك تحكم بالعدل، أنت وحدك أكون تحت أمرك لأنك تحبني بحق. مر ما تريد، واحدة سألت فقط: أن تشفيني، أن تفتح أذني لأسمعك، أن تفتح شفتي، أن تفتح عيني كي أراك.
ابعد عني كل حماقة كي أعرفك، أرجوك اعمل في ما تريد، مثل الابن الضال. ولكن شيء وحيد، أنني أدخل في أحضانك لأني أحبك. لإلهنا كل المجد وكرامة الأبد.